الروائي عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور ال 32 من الموسم ال 11 لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم 11 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6,030,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من محافظة دمياط، رحب كلنا مدرسة اللغات الرسمية الجديدة. مدارس اللغات الرسمية الجديدة بدمياط أنشئت في عام 2014، تعد من أهم مدارس اللغات بمحافظة دمياط. حصلت على جائزة أفضل مدرسة بمحافظة دمياط في عام 2019 برعاية مؤسسة التعليم أولاً. كما حصلت المدرسة على اعتماد الجودة وكذلك جائزة مسابقة المدارس الدولية برعاية المجلس الثقافي البريطاني. تهتم المدرسة بإعداد طلاب متميزين ومتفوقين ومهتمين بخدمة مجتمعهم. حماس المدرسة اللغات الرسمية الجديدة في مباراة النهاردة 8 طلاب، هتبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم شهد عابد. عمر الأباني. شاهد دعب. عمرو أطروش. اللغات الرسمية الجديدة بدمياط حمد الله على السلامة. رجعتوا تاني. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. شهد، ايه اللي حصل الموسم اللي فات؟ احنا الموسم اللي فات لعبنا مع عمر بن الخطاب وطلعنا من الدور 32، وان شاء الله عايزين نشارك تاني يعني. رجعتوا استعديتوا؟ الحمد لله. ايه في رايك الفرق ما بين الموسم اللي فات والموسم ده بالنسبه لكم؟ الخبره، يعني الموسم اللي فات احنا ما كانش عندنا عامل خبره، ما كان اول مره نشارك، لكن فرقت معاكم. جميل جدا. شاهد، حلمك زي ما هو طب بيطري ومذيعة راديو. ايوه انا عجبني قوي موضوع مذيعة راديو ده جدا، يعني عاده الناس بتحب التلفزيون بس حد يبقى نفسه يتخصص في الراديو دي جديده. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. انت واخد المخرج ميلاد ابي رعد كقدوه ومثل اعلى، اخترته ليه؟ لان اكيد اي مخرج يتمنى فكره زي برنامج العباقره ويؤمن بيه من اول مره، هو مخرج كبير كان مخرج عظيم يعني. فأنا نفسي أعمل برنامج يبقى هادف زيه ويأثر في المجتمع كده. إيه رأيك في إخراج البرنامج؟ صراحة أنا بيعجبني جدا، وبيعجبني اللي هو كل موسم لازم يكون في تطوير جديد ودايما يشوفوا إيه غلط ويصلحوه، مع إن في حاجات قليلة أصلا. لا هو مش غلط، هو بيبقى دايما تطوير. طيب. دايما من موسم لموسم بنحاول نطور في كل حاجة، في الإعداد، في الإضاءة، وده طبعا بفضل المخرج. صح ولا غلط؟ أكيد. نحيي كلنا المخرج ميلاد ابي رعد. هو فعلا واحد من الناس اللي امنت جدا بالبرنامج ده وبيعتبره زي ابنه، يعني بيعتبر العباقره ده زي انا كده، بعتبر العباقره ابني، فاهم؟ ابن من ولادنا، والحمد لله احنا محافظين عليه
وبنحاول نطور فيه كل شوية وماشيين كويس الحمد لله. أتمنى في يوم الأيام إن أنت تقدم لبلدنا برنامج زي برنامج العباقرة. إن شاء الله أكيد إن شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. شهد وعمر الأطروش برحب بيكو، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي مدرسة اللغات الرسمية بدمياط. أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة لوصول لدور ال 16 محافظة القاهرة، نرحب كلنا بمدرسة طارق بن زياد الرسمية. مدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات تعد من أوائل المدارس التجريبية متعددة المراحل للغات بمحافظة القاهرة على مستوى الجمهورية، وبدأت في عام 1979. حصلت على اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في جميع المراحل. حصلت المدرسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات الاجتماعية والرياضية والفنية. هيمثل مدرسة طارق بن زياد في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم بسنت يوسف. مروان محمد، رحمة رجب، أحمد أبو الحديد، طارق بن زياد، الحمد لله على السلامة. منورين الاستوديو. منور حضرتك. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. قولي لي ايه المختلف ما بين الموسم اللي فات والموسم ده؟ الثقة زادت الحمد لله وركزنا في المجالات أكتر. ايه المجالات اللي انتوا كنتوا شايفين ان انتوا محتاجين تقووا نفسكم فيها؟ الأدب والعلوم. عملتوا ورش عمل؟ تقريبا. تحذير شديد اللهجة. في ورش عمل اتعملت. بس ما ننساش ان انتوا كمان معاكوا كريم. أيوة. ولا ايه؟ طبعا كريم نورنا في الاستوديو، وكريم عنده خبره. كريم انا لازم اشكرك، مش بس الحقيقه انت كنت بتشارك وكان ليك بصمه واضحه وصريحه في برنامج العباقره، ولكن مهم جدا ان انت كمان بتنقل خبراتك لاصحابك ولزمايلك. عشان كده انا مبسوط جدا بالدور العظيم اللي انت بتقدمه في برنامج العباقره. ما شاء الله، حلم اتحقق ودخل الجامعه اللي بيتمناها. صح ولا غلط؟ صح. عقبال احلام كنتوا كمان ما تتحقق باذن الله ان شاء الله. اشكرك يا كريم. مين بقى يا مروان اللي اشرف على تدريبكم؟ يعني هو مش شخص معين، كلنا كنا صراحه ايه، بالذات الناس القديمه والخبرات كلنا شاركنا خبراتنا وكنا بنشرف على يعني التدريب الكل كله ومشرف على بعض. جميل جدا. ماتش النهارده، من قبل ما نبتدي بقول لكم مباراه صعبه دي، كنتوا المدرستين فير جيم، اللي يستحق يكسب هيكسب ان شاء الله. اتفقنا؟ رحمه واحمد ابو الحديد برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسه طارق بن زياد القاهره. العباقره في الموسم ال 11 للمدارس، 6 فقرات، العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: من هو النبي ابن سيدنا زكريا عليه السلام؟ يحيى عليه السلام. ربنا أتاه الحكم وهو صبي. صح؟ بس أنت إجابة صحيحة. أول من آمن بدعوة المسيح عليه السلام. برافو عليك يا بسنت، ومن حقك تختاري مين اللي بتدي الأول. هما إن شاء الله. تمام. مدرسة اللغات الرسمية بدمياط هتبتدوا الأول إن شاء الله. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. اللغات الرسمية بدمياط عندكم سؤال في جغرافيا،
امتى يا شهد هناخد الجوكر؟ سؤال في العلوم. في العلوم جغرافيا. والسؤال هو في اي قاره تقع بحيره تشامبلين؟ في اي قاره تقع بحيره تشامبلين؟ مساحتها حوالي 1130 كيلومتر مربع، واقصى عرض ليها حوالي 23 كيلومتر. تمتد بين دولتين. عمرو الأطروش. أوروبا. أوروبا إجابة خاطئة. مش قارة أوروبا. رحمة. أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية. طبعا أنت بتسأليني مش بتجاوبي. بتمتد ما بين أمريكا وكندا. إجابة صحيحة. أمريكا الشمالية إجابة صحيحة. أول 10 نقط تخطفها مدرسة طارق بن زياد من اللغات الرسمية. سؤال في الجغرافيا. في جوكر؟ هناخده. جغرافيا. والسؤال هو شيخ دار هو أعلى قمة بإحدى الدول العربية، فما هي؟ الخيمة السوداء. فين يا رحمة؟ العراق إن شاء الله. العراق طبعاً. إجابة صحيحة. أعلى جبل في العراق 3610 متر، وعلى الحدود ما بين العراق وإيران. 20 نقطة بقيته 30. الحمد لله. 30 طارق بن زياد. لغات الرسمية بدمياط لسه ما فيش نقط، وعندنا سؤال في التاريخ. تاريخ. والسؤال هو في أي عاصمة أوروبية تم اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند عام 1914؟ طبعا فرانز فرديناند ده ولي عهد النمسا، تم اغتياله 28 يونيو. الحادثة دي أدت إلى قيام الحرب العالمية الأولى. عمر إجابتك. برلين. برلين. في إجابة تانية؟ مشكلة. برلين إجابة خاطئة. بسنت. سراييفو. عاصمة البوسنة والهرسك. سراييفو. بعشر نقط. إجابة صحيحة. تم اغتياله أثناء زيارته هو وزوجته للبوسنة والهرسك. موته واغتياله أدى إلى قيام الحرب العالمية الملايين. نتيجة اتغيرت 40 طارق بن زياد. اللغات الرسمية الجديدة بدمياط ما فيش نقط، وخلي بالكم المباراة لسه في أولها، محتاجين نركز. دلوقتي عندنا سؤال في التاريخ لطارق بن زياد. تاريخ. والسؤال هو خعسخ موي هو آخر فرعون بإحدى الأسر المصرية القديمة، فما هي؟ مروان. أسرة التاسعة. الأسرة التاسعة طبعاً. إجابة خاطئة. حكم 17 سنة. عمرو الأطروش. الأسرة السبعة. سبعة. الأسرة السبعة إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. التانية، التالتة، الأولى، السادسة. طبعاً ما حدش ياخد الريسك. الإجابة الصحيحة الأسرة الثانية، وعهده كان عهد ازدهار واستقرار. سؤالين في الأدب، وأول سؤال اللغات الرسمية. هنستنى للعلوم إن شاء الله. إن شاء الله. أدب. والسؤال هو رومولا هي رواية الكاتبة بريطانية، فمن هي؟ اتنشرت 1863. رومولا.
رواية تاريخية يا شاف، بتدور أحداث الرواية في عصر النهضة في فلورنس. فيرجينيا وولف. إجابة خاطئة. رحمة. جين أوستن. جين أوستن يا رحمة، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أغاثا كريستي، جورج أليوت، شارلوت برونتي، أميلي برونتي. عندك أربع اختيارات وتفضل. جورج أليوت. جورج أليوت. أحمد أبو الحديد زعلان منك. معلش يا أحمد، هو مروان ساعات كده بيتحمس وبتاخده الجلالة كده وينطلق. ويا مروان إجابة صحيحة، خدت الريسك ومش عارف خدت الريسك إزاي. خدت الريسك وتستحق العشانات والنتيجة 50. طارق بن زياد القاهرة، اللغات الرسمية بدمياط لسه ما فيش نقط، وأنا شايف إن المباراة بتهرب جدا الآن. عندنا سؤال في الأدب لمدرسة طارق بن زياد. أدب، والسؤال هو: من هو الأديب المصري مؤلف المجموعة القصصية الذي اقترب وراءه؟ هي مجموعة قصصية من 7 قصص اتنشرت سنة 1990. 5 ثواني. صنع الله إبراهيم. صنع الله إبراهيم، إجابة خاطئة. يوسف إدريس. يوسف إدريس، إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. جمال الغيطاني، إحسان عبد القدوس، علاء الأسواني، أدور الخراط. علاء الأسواني. علاء الأسواني يا شهد، وعمر بيقول يا رب. يا رب. أول 10 نقط، إجابة صحيحة. أنا بقول لك الحمد لله. 10. اللغات الرسمية الجديدة بدمياط، طارق ابن زياد القاهرة 50. لغات، عندكم سؤال في العلوم. علوم، والسؤال هو: تصيب متلازمة ريت أحد أجهزة جسم الإنسان، فما هو؟ ريت سندروم بتصيب جهاز إيه؟ وخلي بالكو إن مدرسة طارق بن زياد عندها الإجابة. اضطراب وراثي. عمر. الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. من هيخش؟ تخش أنت؟ موافقين؟ لا. لا مش موافقين. مشكلة. دول 20 نقطة. عمر، للأسف الشديد، إجابة خاطئة. مشكلة. مروان. الجهاز العصبي. الجهاز العصبي، ومتأكد. أوه. خطفت الجوكر، إجابة صحيحة. خطفت الجوكر يا مروان، 20 نقطة، وغيرت النتيجة. 70 طارق بن زياد، 10 اللغات الرسمية الجديدة بدمياط. واللغات الرسمية بدمياط في الفاصل، في رأيي محتاجين تقعدوا تتكلموا مع بعض شوية علشان ترجعوا تاني في المباراة. طبعا السكور بعيد، ولكن أنا شفت ماتشات بتتحول بسكور زي ده. احنا لسه قدامنا فرصة. جامعة الدلتا. في جامعة الدلتا، برافو عليك، انت مذاكر اهو يا عمر. طبعا جامعة الدلتا يعني عملت معجزة، يعني صح ولا غلط؟ صح طبعا. فقرة واحدة رجعت بمباراة كاملة. تمام. سؤال أخير في العلوم لمدرسة طارق بن زياد. علوم، والسؤال هو: كم عدد ذرات الهيدروجين في مركب الأسيتون؟ كم عدد ذرات الهيدروجين
في مركب الأسيتون. Number of atoms. ثلاث ثواني. رحمة عايز رقم. ستة. ستة دي تخمينة مش إجابة. رحمة ستة بعشر نقط. إجابة صحيحة. ستة الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رحمة. تخمينة في محلها. النتيجة اتغيرت في نهاية الفقرة. طارق بن زياد القاهرة 80، اللغات الرسمية الجديدة بدمياط 10. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 90 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 180 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.